اختارت القاضية الأمريكية الفيدرالية تانيا شوتكان مسارا وسطيا بين وزارة العدل والرئيس السابق دونالد ترامب في قضية القرار الوقائي الذي يحدد ما يمكن أن يكشفه ترامب للجمهور، وذلك في أول جلسة استماع لها في قضية التدخل في الانتخابات. ومنحت شوتكان مزيدا من الحرية لترامب لمناقشة الأدلة التي تم جمعها في قضية 6 يناير، بينما منعته من مشاركة المواد الحساسة مثل شهادات الشهود التي تم جمعها. وأكدت شوتكان أن ترامب مثله مثل كل أمريكي، لديه الحق في حرية التعبير لكنها ليست مطلقة. أرقام استطلاع الرأي الأخير المذهلة هي السبب الرئيسي الذي جعل جو بايدن يستخدم القانون كسلاح. لقد فعل شيئاً لم يفعله أحد أبداً. وقبل ذلك انتقد ترامب اقتراح المستشار الخاص جاك سميث ببدء محاكمته في القضية في 2 يناير 2024، حيث اعترض في منشور على موقع تروث سوشيال على قرب موعد المحاكمة المقترح من موعد المؤتمرات الحزبية للجمهوريين في آيوا في 15 يناير. ومن المنتظر أن توجه لترامب أيضاً لائحة اتهام رابعة الأسبوع المقبل في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا تتعلق بمحاولته تغيير نتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا.